وشدد عقيل صالح رئيس مجلس النواب الليبي خلال ندوة صحفية جمعته مع الحبيب الملكي رئيس مجلس النواب على الدور الكبير للمملكة المغربية في حل الأزمة الليبية، مشددا على ضرورة تفكيك الميليشيات المسلحة بليبيا وتنظيم الانتخابات المقررة في موعدها في دجنبر المقبل. حضرت هنا بدعوة كريمة من السيد المحترم الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب المغربي، وذلك للتأكيد على العلاقات القوية الدائمة المستمرة بين الشعبين الشقيقين، والتواصل أيضا المستمر بين المجلسين، مجلس النواب المغربي ومجلس النواب الليبي، وذلك للتعاون والتشاور المستمر من أجل الوصول إلى حل الأزمة الليبية. وبفضل جهود المغرب وتحت إشراف ورعاية جلالة الملك، توصلنا الآن النهاية إلى تكوين سلطة تنفيذية من مجلس رئاسي من رئيس ونائبين وحكومة وحدة وطنية قد نالت ثقة مجلس النواب وعدة اليمين الدستورية وباشرت في أعمالها الآن. نتمنى لها التوفيق وأن تخرج ليبيا من أزماتها. نحن الآن أيضا بصدد دراسة في مجلس النواب لإقراء التأكيد على القاعدة الدستورية، وهي موجودة الآن طبقا للإعلان الدستوري النافذ، وهو دستور حتى يلغى ويعدل. أيضا هناك قانون معروض على مجلس النواب لإصداره كيفية انتخاب الرئيس في ليبيا. أيضا حصل اتفاق في بوزنيقة بالمغرب الشقيق على تسمية المناصب السيادية أو تكوينها حسب الأقاليم في ليبيا، ونحن الآن وفينا بما التزمنا به وبدأنا تنفيذ الآلية المتفق عليها من اختيار رؤساء هذه المناصب. قام مجلس النواب بإعداد الملفات اللازمة وبعثها لمجلس الدولة، ونحن الآن في انتظار رد مجلس الدولة، وذلك لتسمية محافظ مصرف ليبيا ورئيس ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية وغيرها من الأجهزة السيادية العاملة في ليبيا. نحن نؤكد من هنا مرة أخرى على أننا نرفض أي تواجد أجنبي في بلادنا، ونطالب بإخراج المرتزقة وتفكيك الميليشيات المسلحة والانتقال إلى الانتخابات المقررة في موعدها 24 ديسمبر 2021. وهذا مطلب الشعب الليبي. نحن نؤكد على أن الشعب الليبي هو من يختار من يحكم في البلاد بطريقة الانتخاب السري المباشر تحت إشراف الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.